جميل. طبعا يعني احنا برضو هنا في المشتل رغم ان احنا الموضوع نص صناعي ونص طبيعي تمام، انما اكيد احنا برضو لازم زي ما بيقول كده هنتلط بالامراض وهنتلط بالافات والفطريات والحاجات دي طبيعي. اكيد شيء. احنا بنتكلم عن نبات وبنتكلم عن تربه وعن رطوبه، يعني تمام. عن 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 مكان فيه ميه، يعني احنا عرضه برضو للافات والامراض. يعني ما نقدرش نقول زراعه الشتلات هي زراعه مؤمنه تماما من الافات، لازم الخضار عامه غير مؤمن. الخضار غير صحيح، الخضار عامه غير مؤمن. يعني جميل، احنا مثلا في المشتل بنحط الشاش دبر شاشين فوق الصوبة عشان حرارة الشمس العالية. صحيح. ان حرارة الشمس المرتفعة دي بتخلي النبات ياخد مية كتير. ولما ياخد مية كتير هنسجي كتير، ولما نسجي كتير نسبة الخصوبة اللي في البطنس هتروح. صحيح. لان الصواني دي في ليها فوارغ تحت ثقوب بتنزل المية. صحيح. بتهوي. لان طبعا لو ما صرفتش، لو مش حصل عملية تصريف عفان جذور على طول النبات مش هيمشي. صحيح. تمام. يبقى النبات نسبة التسميد بتاعته هتروح، هتلاقي النبات مجهد واصفر. ماشي. بعد كده بيجي حاجه بنرش حشري مثلا للحمره، بنرش فطريات. لازم ارش فطريات، انحاسات، مواد فطريه عشان اي امراض فطريه، بياض زغبي، بياض انحاسات. انحاسات ياكسو كلور نحاس مثلا، بس يفضل رشه اخر النهار. اكروبات النحاس مثلا ده منتج كويس وبنشتغل بيه، يفضل رشه اخر النهار لانه لو جاب الحراره مرتفعه بيعمل خطا. لانه درجه حراره النحاس اصلا مرتفعه. صحيح. في نحاسات طبعا في السوق درجه ثالثه بتسبب ان ممكن ان هي تحرق الشتله. لانها مش 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 متظبطه 100% زراعيا. جميل. طيب يعني ده بالنسبه للوقايه من امراض الشتلات. لكن خلينا اقول النهارده فرضا ان احنا يعني لقينا الشتله بتاعتنا جات لها اصابه. طبعا بنقوم بالرش مباشره. هل بنقوم بالرش ولا بنستعوض ربنا في في الحوض ونرميه مثلا؟ لا، هو الباذنجان له قدره عاليه على المقاومه، والفلفل له قدره عاليه على المقاومه. اخطر نبات ضعيف في المقاومه هو نبات الطماطم. الطماطم، الطماطم لانه غدو بسهوله، المرض الفطري سريع فيه. اما ده الباذنجان يتعافى ويقوم تاني. انه قوي، نبات قوي وبيقدر ان هو يجدد نفسه تاني. اما الطماطم لو جات لها الامراض تبقى صعبه شويه، خاصه الامراض الفطريه. جميل. طيب يعني احنا برضو رصدنا في الحلقات اللي فاتت اصابات فيروسيه بتصيب الطماطم وتصيب البطيخ وتصيب الشمام وتصيب القرعيات تحديدا، وبتاكل المحصول كله في ظرف 10 ايام. تمام. جميل. هل الشتلات او صابات زراعه الشتلات معرضه للاصابه بالفيروسات، ولا ده بيبقى موضوع يخص الارض المسلمه فقط؟ لا، معرضه ان هي تصاب في المشتل. فيفضل ان انت بالرش مثلا بنرش مثلا منتج زي الفيرتيميك مع عنصر تاني اسمه مثلا منتج تاني اسمه موسبيلان او موسبي، ونخلط الشين مع بعض يدينا نتائج عاليه في مقاومه الفيروس. ويفضل دايما ان انت ترش قبل الاصابه، فدي بودي وقايه. لو حصلت بقى بكرر رش كل 3 ايام وبزود الكميه الضعف عشان النتيجه تظهر في النبات المصاب. دي بالنسبه للفرس. يعني بس يعني انما زراعه الشتلات برضه معرضه للفيروس، معرضه للفيروسه، ولازم الرش يبقى كده على 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 القمم، على القمم من فوق، لان القمم هي اللي بتبقى بدايه الاصابه فيها. وطبعا على بنستخدم بقى البشبول بتاعنا على شكل شمسيه، ونبعد شويه عن الشتلات لانها ضعيفه برضه مش هتستحمل الضغط. تمام. لا، بهدي الضغط بتاعي وابدا اجلب تجليب عشان يتخلل النبات ده. أيوه. الضغط يخلل لي النبات كده، فلو في اصابه تحت يبقى طولها توصل لها. جميل. طيب انت النهارده كمزارع شتلات بتمشي وسط الصوبه بتاعتك، ممكن تلاقي ملحوظه او خطا معين ارتكبه احد العمال الغير محترفين بتقف عنده ولا يمكن تفوته، ايه هي الاخطاء اللي اذا كنت يعني بتمر كده وشفتها لازم تقف عندها ولا يمكن تفوتها؟ اول خطا العطش، خاصه في مرحله الصيف، لان النبات لو عطش وجدت عليه الحراره بهدر. تمام. حتى لما لو جينا نسقيه بيتاذي، لازم اصبر اخر النهار لما حراره تنخفض. لو سجيته مباشره بعمل له نظام صدمه. أيوة. حراره شديده وعطش. بعد كده اهم شيء التهويه، لازم النبات يبقى هوي من بعضه. يعني فكره ضم الاحواض، فكره الضم في البدايه. النبات اما يكبر، اما يكون عمره 20 يوم، لازم اهوي الصينيه من 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 الثانيه، عشان كل ما اهوي كل الامراض تبقى خفيفه. ماشي. الاول انا بقرب عشان محتاج تدفئه، تدفئه. وبضم على بعضه، وبتاخد مني حيز في المشتل، حيز في الصوبه. اما زي ما حضرتك انت شايف كده بتشوف المجال اهو.
يعني عاملين سكه كده في النص. مش سكه، هي طرق يعني بنهوي. طيب خليني برضو النهارده اتكلم عن يعني زراعه زي زراعه الفراوله. هل احنا بقى عندنا دول شتلات يعني شتل فراوله في مصر بشكل جيد، ولا لسه ما زلنا بنعتمد على الشتل اللي جاي من امريكا؟ لا احنا بنعتمد على الشتلات اللي جايه من بره. الشغل عالي والجوده عاليه. حتى في البذور، قطاع البذور انا افضل البذره الهولندي عن اي بذور ثانيه مثلا، لان بتبقى مهجنه بسرعه عاليه. لما بياخدها الفلاح مني تدي له كميه انتاج عاليه فيجيني ويدفع لي فلوس. ما بتطرحش هناك، ما يعترفش حتى لو كانت غاليه، لو رخيصه مش هجرب منها تاني. ان الفلاح ده ببص على كميه الانتاج. كميه الانتاج عاليه بتعوض معاه، لان السوق في مصر غير مستقر. صحيح. وبعدين احنا عندنا مش نظام الكيلو، احنا عندنا نظام القفص. دي مشكله في نظام التسويق. صحيح، مظبوط، عندك حق. في اوروبا طبعا ممكن اغلف له كيلو 2 كيلو يبيعه ب 3 يورو 4 يورو فتعوض معاه. وناس هناك بتاخد، اما هنا احنا بنبيع الكيلو والقفص بكام؟ فالفلاح بيروح بيبيع بالقفص. المستهلك التاجر بيجي يبيع للمستهلك بالكيلو. فالفلاح نفسه الهايبرز بتبيع بالجرام. بيبيع بالجرام. فالفلاح اللي هو اللي تعبان هو الخسران. صحيح. انا عايز ادي من هنا نقطة ان الفلاح مش بيكسب زي ما الناس متخيلة. صحيح. وبيبذل مجهود عالي. المنتج اللي بيجيك في القاهرة أو في أي مكان تاني بيجي بيطلع من مكانه بثلث الثمن. مظبوط. غير الفلاح عليه إن هو ياخد مواصلات ليروح سوق العبور عالية، العربية بتاخد 250 دبابة صغيرة، العربية الكبيرة تاخد 750. طبعا ده كله هيطلع على حساب الفلاح، والمعلم ياخد تاني، التاجر ياخد عمولة تاني على حساب الفلاح. مفهوم. كله 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 مش صافي. طبعا لو مش الإنتاج عالي وما جابلش ظروف تسويقية معينة في السنة تحصل ضربات، بتبقى خسارة. الفلاح انت بيكسب، عشان الناس اللي بتشتكي دايما في وسائل الاعلام، انا مواطن اهو وبزرع، الفلاح بيكسب في ظروف حالة واحدة بس، تقوم ريح في البلد شديدة فتعمل على المزروعات تتبهدل. فالمزروعات اللي فيها نسبة مثلا اشجار محيطة بيها ما تتبهدلش، هي دي اللي بتكسب. تكسب مثلا، طبعا دي بظروفها، ظروف امراض ايجت خطيرة، امراض فطرية ايجت نتيجة مثلا مطر شديد عمل ذبول للنبات، واحد أرضه رملية اتشربت بسرعة كده، أما العام بيبقى خسر. جميل، يعني حسن عطية أنا استفدت جدا بالفقرة دي، وإن شاء الله كل الناس يكونوا استفادوا بيها. بشكرك جدا، شكرا. ألف شكرا. أعزائي المشاهدين، رحلتنا مع زراعة الشتلات لم تنتهي بعد، هنطلع فاصل صغير ونرجع لكم مرة تانية. تابعوا هذا البرنامج برعاية. طب خلينا بقى نوجه كلام دلوقتي للناس اللي بتزرع الشتلات، يعني هم الخلطة بتاعتهم هم عارفينها بيخلطوا بيها ايه، لكن خلينا احنا نوصيهم بالمواد او بمضادات الفطريات او بالمغذيات اللي حضرتك شايفها ضرورية. اسمعوا من الباشمهندس محمد المقداد، قد تستفيدوا وقد لا تستفيدوا، لكن خلينا نسمع هو عايز ينصح بايه. ايه اللي المفروض يتحط في التخميرة بتاعة الاول تنتقي نوع كويس من البتمس. لان انواع البتمس برضو في اللي جيد وفي اللي مش جيد، في اللي نقي وفي اللي مش نقي. جميل. في اللي البي اتش بتاعه مرتفع وفي البي اتش بتاعه منخفض. كويس. برضه البيتموس اللي انا اروح الاقي عوامل التعريه اشتغلت عليه وبقاله ست اشهر ولا مش عارف ايه والمطر نازل عليه، واخد بالك؟ ده بيحصل فيه ان البي اتش بيعلى. لما باجي ازرع عليه بيعمل لي مشاكل، ما بيعمليش بذور كويسه. صحيح. ممكن يحرق لي البذور. البي اتش بيعلى، في حاجه برضه بنتكلم عن بيئه قلويه كده. ايوه طبعا. في حاجه تانية اسمها الفيرموكلايت. الفيرموكلايت ده مهم جدا. صاحب المشتل لو راح لقى الفيرموكلايت ده تقيل وعامل زي التربه كده ما ياخدوش. ايه بقى الفيرموكلايت ده؟ الفيرموكلايت ده حاجه مستخلصه كده من الاحجار، من مستخلصات من الجبال يعني. بيكون بيصنعوه، بيجيبوا ماده ويصنعوه في افران ويسخنوا عليه وكده. في ناس بيكون نسبة التربة فيها عالية، بتكون تلاقي الشكارة تقيلة كده. الشكارة التقيلة دي بتعمل لك مشكلة، ممكن تاكل، خصوصا لو كان البرد شديد أو الحر شديد. فالمفروض إن الفرموكلات ده يكون خفيف عشان ما يعملكش مشكلة ياكل لك. مثلا أنا أعرف واحد حصل عنده دروب من الفرموكلات، خسر فيه أكتر من 200,000 جنيه. ليه؟ لأنه كان تقيل والبذرة ما طلعتش. يعني اذا النهارده كمان الفيرموكلايد لازم يكون خفيف. ده مهم جدا انه يبقى حاجه خفيفه مش حاجه تقيله. ودي ساعات بيقع فيها اصحاب المشاتل، وبتبقى برضه الانبات يبقى ضعيف بسبب القصه دي، ويرجع يرمي على شركه البذور او على صاحب اللي بيبيع بذره. مع انه برضه في مسؤوليات على اللي بيبيع بذره وعلى بس دي لما بتبقى انت متعامل مع شركه محترمه
لما بترجع على نسبه الانبات قليله وهو بيبقى عارف ان عنده لط مش كويس او تجربه او الشكوى بتبقى عامه بيبدا يعوضك. طيب يعني بخبرتك نسبة برضو الفائد مفهوم مفهوم. طيب برضو حضرتك برضو بخبرتك في هذا المجال وانت بتشتغل بايدك في مجال تجاره المواد الزراعيه واكيد بتبيع بذور وبتبيع بذور يعني خلينا نعرف ازاي انا كمزارع اعرف الفرق بين بذره الاكسار وبين بذره الهجين. صح صح مش ممكن شبه بعض. طب هل في عضلات معينه بتضمن؟ لا بس هو بس هو اللي بيحصل ايه؟ انت ما هو الناس كلها عارفه فلان وكيل شركه كذا بتدي فلان موزع مش عارف شركه ايه انت خد من اول ايد او تاني ايد. ما تروحش اي حد ماشي ببذره في الشارع بيقول لك انا معايا بذره كذا والله انا معايا بذره انا معايا بذره نيل وانا معايا بذره طماطم اربعه معايا بذره كذا. مش كل واحد بيعدي يبيع بذور تاخد منه. انت لازم تتحرى انه ده موزع لشركه كذا اللي هي منها البذره دي اخد منه انا مطمن. حتى لو حصل فيها دروب في الانبات او حصل مشكله في المواصفات الشركات الكبيره دي بتتحمل مسؤولياتها وبتبقى قد المسؤوليه. يعني اكيد لو في كارثه يعني زي ما بيقولوا كده بالعربي ليها اهل يترد عليهم. بالظبط. لو في شكوى عامه بس مش اي شكوى مش واحد بقى عنده الارض بتاعته مثلا ميتها وحشه او فيها مشكله او زرع اكتر من خمس ست سنين او 10 سنين مثلا خضار بنفس النوع. ما ده دي من الاخطاء اللي بيقع فيها المزارع. مظبوط مظبوط. ان هو ما بيعملش دوره في غيطه. مظبوط. ما بيبدلش. بعدين لو بدل يبدل طماطم بتنجان. طب ما هي عيله بذنجانيه حاجه واحده صحيح. او في